بنعود من جديد لكل متابعينا ومشاهدينا وهذه الاتكاء المسائية وهذه الظلال، ظلال الأصيل مرة أخرى، واحدة من الفقرات المهمة اللي بنتكلم فيها بالتأكيد عن صناعة محتوى بصورة احترافية وجميلة في المعارض التشكيلية في السودان، كيف ولا؟ ونحن من خلال هذه المعارض بنقدر نصنع صورة ذهنية جميلة جدا، فلا بد من الاهتمام بالمعارض التشكيلية في السودان، وأيضا التعرف أكثر على هذا المجال اللي بيدخل فيه الكثير من الشباب المهتمين بتنظيم المعارض التشكيلية في السودان. سعيدة جدا أنه يكون معي في هذه المساحة الشاب المجتهد جدا عبد الرحيم شداد، نورتنا عبر قناة الشروق. أهلا بك. شرف لي أني أكون موجود الليلة معاكم، وأتمنى أن الليلة موضوع الحلقة يكون مفيد لناس كثير. أنا متأكد أنه موضوع جديد يعني خالص. نعم، الفنون التشكيلية هي واحدة من ضروب الفن الجميلة يعني عندنا، وهي دائما بتكمل الأركان الجميلة للفن عموما، ودائما اللوحات بتتحدث عن نفسها لما نلقاها في المعارض، خصوصا إذا كانت في فكرة وفي محتوى. لأي مدى في السودان إحنا بنهتم بهذه التفاصيل، وكمان بنعمل لها تنظيم للمعارض. وأنا قبل شوية بتونس معك تكلمنا عن منظم وقيم فني، صحيح. إحنا دارين نتعرف على المنظم والقيم الفني في المعارض التشكيلية. هو أستاذ منى، المنظم والقيم الفني هما وجهين لعملة واحدة. يعني القيم بيشتغل شغل المنظم، والمنظم بيشتغل شغل القيم. تنظيم المعارض هو عمل إداري أكثر من ما هو عمل تشكيلي في حد نفسه. فأنا دائما بيجيني الخطأ بيقول علي فنان تشكيلي، لكن أنا شغلي إداري، لكن شغلي فيه بحث. منظم. لكن شغلي فيه بحث، اللي هو دي بتجي الناحية بتاعت القيم الفنية. فأنا لازم إني يكون عندي علم عن الاجتماع، علم عن الثقافة، علم عن التاريخ. الإدارة على فكرة هي ذات فن يعني. أي بالضبط. فأنا لازم أجمع الحاجات دي كلها عشان أقدر أختار يا لوحات هعلقها في الحيطة، والرسالة المضمونة من الأعمال الفنية المعروضة دي هي شنو؟ عشان الناس اللي بتجي المعرض لازم تستفيد، لازم تتعلم حاجة جديدة، لازم تفكر، لازم اللوحات المعروضة دي لازم أنها تعمل تطوير للحضور اللي جاي المعرض. صحيح، هنا يعني عندنا في العمل التلفزيوني دائما بنهتم بصناعة المحتوى للبرامج وللأفكار وللحاجة ممكن نقدمها. برضو من خلال اللوحات احنا ممكن نعمل فكرة ونعمل صناعة للمحتوى، سواء كان في توحيد لموضوع او رؤية او فكرة. كيف بيتم الاختيار والتدقيق بما انك انت منظم للحاجة دي؟ انا طبعا صاحب جاليري اسمه داون تاون جاليري في الخرطوم 2، اللي هو بدأ له 3 سنين. صحيح. العملية دي بتتغير، يعني القيم الفني لازم أنه يكون مرتبط لحد ما بيحصل في المجتمع شنو، القضية الحالية هي شنو، على أساس ذلك بيقوم باختيار الأعمال الفنية. في نفس الوقت القيم الفني بيشتغل شغل الناقد في أنه هو شنو، فأنه لازم الأعمال الفنية المعروضة تكون ذات جودة عالية، معمولة بصورة يعني تكنيكلي يعني من ناحية تقنية تكون ممتازة. حتى بعدك بعين للمعنى اللي بشغال عليه الفنان التشكيلي. أي فنان تشكيلي عنده مشروع، صحيح. المشروع ده هو الستايل اللي أول حاجة المبني على الستايل بتاع الفنان التشكيلي. فالقيم الفني بيدرس المشروع بتاع الفنان التشكيلي، وبيجمع بين فنانين تشكيليين كتار، أو ممكن يكون فنان تشكيلي على مدى فترات زمنية مختلفة، بيقول عليه ريتروسبكتيف، أو يعني نظرة لعمل فنان معين، تجربة فنان تشكيلي معين. فعلى أساس هذه المشاريع وعلى أساس مضمونة بيتم اختيار المعرض يكون محتواه شنو. تمام. في نفس الوقت لازم أنه المحتوى اللي بيناقش المعرض يكون جديد، يكون يعني فيه فكرة بتعمل تحدي للحضور، فأنه يفكر خارج الصندوق. نعم، أهم حاجة أنك تفكر خارج الصندوق. بالضبط. لأنه أنا يعني زمان الاستدعاء للناس عشان تجي تشوف معارض تشكيلية ده شكل لوحة، دي ألوان، ده تدقيق، ده كده. لكن الآن في حتة بتاعت أنه يكون في محتوى، يكون في موضوع. كيف أستدعي المواكبة برضو في صناعة المحتوى بالنسبة للفكرة اللي ممكن أقدمها من خلال لوحات تشكيلية؟ بالضبط. يعني زمان كان احنا في يعني؟ ايوه، في زمان في الفن التشكيلي صحيح كان العرض واللوحات في حد نفسها كلاسيكية خالص، صحيح. تمام. وكان التقييم دائما على اساس الجوده بتاعت العمل الفني. الليله التقييم بيسال برضو ما هو الموضوع المناقش، ما هو مشروع الفنان. عنده بقى نفس الاهميه بجوده التكنيك اللي شغال به الفنان التشكيلي او الفنان البصري عامه، ممكن يكون فوتوغرافر برضو، ما بالضروره ماسك فرشه ولون.
فالحاجات دي لازم ناخدها في الاعتبار يعني. لكن لما نكون دايرين نرحل من الكلاسيكية بندرس المشروع، ضروري جدا ندرس المشروع بتاع الفنان. احنا في حراك ثوري وفي تغيير يعني صحيح. في السودان. أيوه. وانا لاحظت كثير من الجداريات وكثير من الحاجات الموضوعيه جدا هي صحيح. موجوده او تزين شوارع الخرطوم يعني او شوارع السودان عموما. كيف الاهتمام بالقضايا المتعلقه بالحراك الموجود الان، متعلقه ايضا بالمشاكل ممكن تواجه الشباب، المجتمع السوداني، تواجه المراه، التفاصيل المختلفه اللي بنعيشها في حياتنا؟ سؤال ممتاز جدا. هو صحيح مشروع الثوره كان مشروع ممكن نقول يعني استولى على الـ على الـ على الـ على الـ على الـ على الموضوع البصري الموجود من صحيح. الفنان التشكيلي، ودي حاجه ممتازه جدا. نعم. تمام، لانه الفنان التشكيلي بدل ما انه يكون في صاله ومغلق بقى في الشارع. نعم. ودي كانت حاجه ممتازه جدا بفتكر للمجتمع. ودي بالضبط بتجي في فكره القيم الفني، في انه هو بيعرض المشاريع دي بصوره انها بترتبط صحيح. بالمجتمع بالمجتمع صحيح. يعني المواضيع مختلفة اللي بيناقشوها الفنانين التشكيليين الليلة. يعني غير الثورة أو الثورة ذات في حد نفسها في طرق مختلفة. خلينا نتكلم عن التغيير عموما يعني. التغيير عموما يعني بالضبط في مناحي يعني نواحي كثيرة نحن ممكن نناقش بها التغيير في صورة فن تشكيلي. يعني في الصورة بتاعت المجتمع ككل، وفي الصورة الفردية أنا كزول في السودان الليلة مر بشنو، حاسس بشنو في الحاصل ده كله في شكل الشارع الليلة. دي كلها تعبير، نوع من انواع المقاومه، نوع من انواع الطلب بحياه اجمل بحياه احسن، فاشكالها مختلفه جدا. تمام، تحت مظله واحده اللي ممكن نسميها التغيير. ايوه. طيب احنا بنعمل المعارض دي وبننظم لها وفيها اداره وفيها قيم وفيها موضوع صحيح. بنحتاج للتول او الادوات اللي انا ممكن استخدمها في المشروع ده صحيح. والالوان صحيح. نتكلم عن الحته دي، كيف يتم الاختيار بالنسبه للادوات؟ كيف أيوة. الاختيار بالنسبه للألوان؟ يلا، الادوات بتختلف يعني. انا الليله لما نكون بنظم في معرض، واحده من الادوات اللي ممكن اشتغل عليها انه غير ان اعرض العمل الفني ممكن اكتب نص. النص ده بيمثل زي الورقه يعني، ورقه بحثيه بتكون مصاحبه للمعرض. تمام، دي واحده من الادوات. تقرير اللي انا بس يعني. تقرير زي التقرير بالضبط كده. انت يا جماعه انت زحمره. فالورقه دي ممكن تكون في مدخل المعرض، بتعمل زي ممكن نقول كونديشننج للدماغ بتاع الزول اللي خش المعرض. تنوير. لما ايوه التنوير لما يجي يستقبل العمل البصري ده، يستقبله بفهم معين، بفكره معينه، بحدود معينه، عشان هو يقدر بالجد يستوعب العمل البصري اللي قدامه، سواء هو صوره او عمل فني. او توفرت لي الادوات وتوفرت لي الالوان صحيح. هل في موضوعات بتتطلب الوان معينه، اشكال معينه عشان انا اعبر بها صح؟ صحيح. وكيفية يعني توفر هذه المواد؟ يعني أنا عارفة إنه الحياة دي مكلفة جدا يعني. هو صحيح يعني كل موضوع عنده وسيلة للنقاش يعني. مثلا الألوان المائية مشهورة بأنها مهما كان المنظر اللي قدامنا هو شين، الألوان المائية دائما بتجيبه لنا بصورة جميلة، دي حاجة معروفة في الفن التشكيلي. تمام، فيعني الأساليب مختلفة، وبالعكس دي حد نفسها تحدي للفنان في أنه يستخدم أساليب مختلفة. لكن المواد بتفضل مشكلة في السودان بالنسبة للفنانين التشكيليين، توفرها السورسز أو الحتات اللي ممكن يمشوا عشان يشتروا الأدوات الفنية دي اللي بيستخدموها في لوحاتهم ما زالت مشكلة يعني، عائق كبير جدا. مكلفة جدا خالص. رغم الجمال ورغم الاهتمام بالمعارض التشكيلية وبالفن التشكيلي، لكن إلى الآن الناس تحاول يعني تعرض لوحاتها برا السودان في كثير من المحافل. احنا فعلا هنا بقينا نلقى الحاجات دي، لكن برضه ما بالحاجه المطلوبه. ليه عدم الثقه يعني في الحته دي؟ احنا دائما بنلجا عشان نعرض حاجاتنا برا السودان. صحيح. اعتقد انه السبب كان في انه المجتمع ما كان عارف انه في بحر بتاع فن تشكيلي يعني. ليلى معظم المجتمع بيعرف عن الموسيقى يعني. ليلى احنا لو طلعنا الشارع بنلقى عشرات وعشرات الدكاكين اللي بتبيع اجهزه الصوت مثلا. تمام، ومعظم الناس بتعرف كميه كبيره شديد من مثلا من المغنيين. انا بتكلم هنا عن المجتمع ككل. فالمجتمع ما اخذ الفرصه انه هو يتعرف على الفن التشكيلي كبحر ثقافي. فلو احنا كان تعرفنا عليه وكان حيكون في تقدير اكثر للعمل الفني صحيح. كان في قدره ذاته شرائيه للعمل الفني، وكانت ما كانت حتشجع الفنانين التشكيليين انه يكونوا موجودين في السودان ويعني يبيعوا اعمالهم يعني محليا. لكن في نفس الوقت انا بعتقد العمل التشكيلي ده ممكن يكون هو فرصه بتاع التبادل الثقافي ما بين دوله ودوله. ففي منحنى ايجابي في منحنى سلبي للحته بتاعه خروج الفنانين التشكيليين. هي طبعا فكره انك انت تنشر الثقافه دي برا السودان دي أيوة. حاجه مهمه خالص. لكن كيف انا اقدر
أجذب الجمهور هنا في السودان عشان يشاهد اللوحات دي، عشان يكون عندي برضو مبيعات، ما أنا لازم يكون عندي خطة ماشي بيها عشان أجذب الجمهور الآن حعرف له اللوحات. صحيح، السؤال ممتاز جدا، أعتقد وجود الليلة هنا يعني أنه نحن ندعو المجتمع كلامنا كثير ندعو المجتمع أنه يجي يشوف معارض تشكيلية. يعني المعارض التشكيلية دي مهما كان معقد، معظم الناس بتقوم بتقول لك اللوحة المجردة أو التشكيل أنا ما بفهمه. يلا نحن كقيمين فنيين بعرضنا للأعمال الفنية بجانب النص أو بجانب أدوات بتساعدهم على فهم العمل الفني، الكثير من الناس يعني بيبقوا قادرين على استيعاب العمل الفني مهما كان صعب. تمام، بعدين العمل الفني التشكيلي السوداني في مواضيع ضخمة جدا بتاعت نقاش، وعندنا فنانين تشكيليين يعني كبار جدا يعني موجودين حوالينا العالم ويعني مشهورين خالص، سواء احنا بنتكلم عن الصلاحي، سواء احنا بنتكلم عن كمال إسحاق، دي الفنانين وصلوا العالمية سودانيين، يعني مثلا صلاح المور برضو. فالفن التشكيلي بحر في السودان موجود وبيناقش قضايا أنا بتأكد تماما ممكن تهم كل شخص في المجتمع، يعني سواء من الشرق أو من الغرب أو من الشمال أو من الجنوب. فأنا بجد بدعو الناس أن أنت الآن تحدثت عن أسماء كبيرة ومعروفة في الفن التشكيلي، وإنتوا شباب بعدين يعني المشوار بتاعكم، أنا أتكلم في حدة المجايلة ما بين الناس الفن الجيلين. يعني بين الجيلين، وكيف بيتم التواصل وكيف بيتم الاستفادة من الناس اللي ممكن يكونوا قطعوا يعني مسافة كبيرة في المجال ده؟ السؤال طبعا في غاية الجمال، يعني السؤال ده مهم جدا. أنا بالنسبة لي في شغلي كقيم فني دائما بعرض فنان تشكيلي من جيل قديم كنا نقول عليه مع جيل جديد. صحيح. أنا بعتبر في حد نفسها دي هي في حد نفسها فيها معلومة، فيها تحدي زي ما قبل قلت للناس اللي بتحضر المعرض. ليش؟ لأنه الفنان التشكيلي في النهاية هو قاعد يمتص حاجات حوالينه وبيعبر عنها بفرشته. فلما نحن نعرض اللوحتين ديل ما بين الجيل القديم والجيل الجديد، بنشوف الجيل القديم كان بيمتص شنو من حوالينه والجيل الجديد بيمتص شنو والفرق بيناتهم. دي في حد نفسها دي محاورة ما بين الأجيال، دي في حد نفسها عبارة عن هنا عبارة عن مسح للتباين ما بين الأجيال الموجودة لما نلقى العملين دي الموجودين جنب بعض. فهو مشروع احنا شغالين عليه في جاليري داون تاون، اللي هو النقاش ما بين الأجيال ده. يعني ان شاء الله يعني يكون في اكثر واكثر يعني انشطه بتخلي انه الجيلين يكون في بينهم تحاور، في بينهم نقاش، ممكن حتى يؤدي الى تطوير العمل الفني. نعم، والمعارض دائما هي في الختام كده واحنا بنختم حوارنا مهمة جدا، يعني في السودان مؤخرا في اهتمام ببازارات، بمعارض، بمعارض تشكيلية أو معارض أخرى، مجالات أخرى. أنا بفتكر إنه الاهتمام برضو بالمجالات الأخرى ما يكون بس بالمعارض التشكيلية، ده برضو بدي دافع للشباب، بدي تغيير برضو لأفكار مختلفة ممكن تكون موجودة في المجتمع السوداني. صحيح صحيح، وانا بدعو الناس انها تجي تحضر عندنا بازار حسي يوم السبت ان شاء الله في جاليري داون تاون. فانا بدعو المجتمع انه يعني الناس بتحضر الحلقه انه الدخول مجان ولا مجان؟ شكرا لك كثير عبد الرحيم شداد، احنا شاكرين لوجودك معانا وبتمنى لك دائما التوفيق والسداد وكل الشباب الحريصين جدا على انه يقدموا الاعمال الفنيه في قوالب جميلة ومختلفة، ومن خلالها يعني ينهضوا بهذا السودان الجميل، الوطن الواحد.